ابن عثيمين رحمه الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذه الليلة هي الليلة الموفية للثلاثين من شهر رمضان المبارك عام 2021، والله أعلم أنه يكون هو آخر اللقاء في هذا الشهر المبارك في المسجد الحرام. أيها الإخوة الكرام، لقد من الله على عباده في استكمال هذا الشهر المبارك وبما تيسر من الأعمال الصالحة المقربة إلى الله عز وجل. أسأل الله أن يجعلها وديعة لنا عنده، مغفرة للذنوب وتكفيرا للسيئات ورفعة للدرجات.